فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا معلم يقول: تدركنا صلاة الظهر في المدرسة فنصلي جماعة مع الطلاب داخل المدرسة بحجة أن يصلي الطلاب جماعة ولا تفوتهم الصلاة، فهل يجوز ذلك مع قرب المسجد منا؟ أي نعم، وإن صلى مع الطلاب من يضبطهم خرج آخرون إلى المسجد هذا شيء حسن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.